طبعا من الحاجات اللي هتقولك ان انت ناوي او داخل على مرحلة جديدة وناوي تلعب بديلك، حتى لو انت مش عايز تقول لنفسك او تعترف لروحك، لان ساعات كتير احنا بنقول التوبيك اسمه ازاي تعرف انها انك هتخونها، ازاي تعرف انك هتخونها، لان ساعات كتير الراجل بيبقى بيضحك على نفسه، يعني عارف ان هو رايح وتفكيره رايح ومشاعره رايحة وتركيزه رايح وكل حاجة رايحة ناحية حد معين، وهو عامل نفسه مش واخد باله او بينكر وبيكذب على نفسه. فازاي تعرف ان انت داخل على المرحلة دي اما تلاقي نفسك بتتشيك زيادة عن اللزوم وانت نازل الشغل، بتتشيك زيادة عن اللزوم واخد بالك من تفاصيل معينة ما كنتش تاخد بالك منها قبل كده؟ يبقى انت بتعمل ده عشان عايز تلفت نظر حد معاك في الشغل، ما تضحكش على نفسك. انت المفروض تاخد بالك من نفسك في العموم عشان البني ادم بيحب يبقى شكله كويس، لبسه كويس، مظهره كويس، لان الشكل والنظر شيء مهم في حياتك. لكن لما بتكون بتعمل حاجات انت مش متعود تعملها وبتركز في تفاصيل انت مش متعود تركز فيها عشان تروح تدي انطباع معين لحد معاك في الشغل، يبقى انت في حد عاجبك في الشغل وما تكذبش على نفسك. وطالما عايز تلفت انتباهه يبقى انت عايز تخش معاه في علاقه لانه عايزه ياخد باله منك. إذا أردت شفت كرشك إيه؟ اتصل بزير الصعودية. عندما ترى سيدة معينة بعينيها وبدأت تعمل هكذا، اعرف يا باشا إن أنت عايز تبقى ديسنت وسيمبل قدام الست دي. سمباتيك سمباتيك تعرف على طول. ولا وإيه على طول هنا ده يطلع كده وهنا يخش كده على طول، يعمل فورمة في نفسه والله زي الفورمة دي كده. تعرف على طول ان انت رجلك هتزحلق، هتيجي في الخطيئة وهتلبس الفرو. ولما يصمم ان هو يروح يعمل مانيكير وبيديكير، الراجل هيعمل مانيكير وبيديكير. الراجل بيعمل بيديكير ثانية. بيعمل بيديكير. لا بيحط الشفاف، بيعمل بيديكير عشان الجزر. لكن في رجالة بتصمم ان هي تروح تعمل مانيكير في، لا ثواني بس عشان اشرح لهم، الوان مش بيحطوا الوان، يعني يشيلوا الجلد يبردوا. المانيكير والبيديكير هو ده معناه، مش انك تحطي اكلاتات، مش بتحطي فرنيه، انك تنضفي الجلد، تنضفي تحنتفي. على فكرة ممكن تعملي مانيكير وبيديكير من غير ما تحطي فرنيه خالص، إكلادور خالص. نرجع بقى للإكرادور للكوريدور. لما تكذب على مراتك وهي بتسألك في حاجة معينة على واتساب مثلا أو على الفيسبوك أو على الموبايل، أنت فين؟ أنا في المكان الفلاني. وأنت مش في المكان الفلاني، أنت في المكان العلاني. لما تبدأ تعمل التفاصيل دي وتبدأ ما تقولش الحقيقة، أعرف أنك بتنايل مصيبة أو على مشارف مصيبة أنت لسه بتمهد لها. خليك صريح وقول الحقيقة. هيقول ايه؟ انا رايح اخونك؟ اي حاجه انا مش واخي، انا سريع كده وراجع. احنا لا احنا بنقول لما تبقى انت بتعمل ده يبقى انت بتعمل مصيبه او ناوي او ماس او ناوي. حبيبي رايح فين؟ تشقط؟ يلا حبيبي ربنا معاك، يلا اشقط براحتك، ربنا يديك الصحه، اهم حاجه الصحه. في رجاله اذكى من التليفون، على الواتساب او في الماسنجر يبعتوا ايه صور او حتت من الافلام شويه فيها اباحه، بيشوفوا رد الفعل. ايه ده؟ بس ده مش موضوع التوبيك. التوبيك موضوع صفاش. ازاي تعرف انك هتكون مراتك؟ هو بيبقى هنا بقى هو بيبقى عارف ان هو بيعمل، هو ديجا بيبقى عنده التارجت خلاص، هو عنده بيجرب وبيشوف اللي قدامه بيجرب مقاطع خديشه الحين، بيشوف رد فعل اللي معاه الخط هيكون ايه، هتوافق ولا هتقول له يا سافل يا قليل الادب مثلا، او تقطع العلاقه بتاعتها معاه او اي حاجه. لكن لو هي ردت او بعتت له سمايلينج فيس والكلام ده كله، او القرد اللي عامل كده، اهو القرد اللي عامل كده ده بقى ده بيقول حاجات كتير، بيقول اتكسفت، وبيقول لا عيب، وبيقول على فكره مش واخد بالي ومش فاهم حاجه، وبيقول ان انا بهزر وبستهبل، وبيقول حاجات كتير قوي. فخلوا بالكم من القرد ده بالذات. انا عمري ما استعملت. طب انت شفتي القرد ده قبل كده ولا بعتيه؟ ساعات انا مش بشوف الحاجات دي، مش هسمع ردك. في ايه؟ لا ولا في تقرير، احنا ممكن نطلع